بمنطقة وادي البسباس بالعوينات شمال ولاية تبسة، صنعت السيدة نوال التميز بعدما جسدت أول مشروع في الفلاحة الجبلية، أين استثمرت في تربية الأبقار الحلوب. دعم فلاحي من لكناك، الحمد لله أنا جبت البقرات هذوما تاع الخارج تاع الحليب وجبتهم وبديت في المشروع بكل طموح. يعني أنا نحب تربية الأبقار، أنا نحبها طبيعة فيها هكا نحبها. تعتبر هذه المؤسسة مصغرة عبارة عن تربية الأبقار، أول مؤسسة أنجزت في منطقة من مناطق الظل ببلدية العوينات. في مشروع تحلم صاحبته بتطويره لخلق مناصب عمل لقاطني المنطقة المعزولة، غير أنها تواجه كباقي الساكنة مشكل انعدام كل ضروريات الحياة كالكهرباء والمياه الشروب. بصح صعوبات الأخرى أني بعدت على التريسيتي، بعدت على الماء، هذو كله واللي نجيبو فيهم بالدراهم. التريسيتي نستعمل في جروب، وديفوا نحلبو بيدينا، مش ديفوا معظم الوقت نحلبو بيدينا، وهي يعني من المستحيل أنك تحلب بقرة تجيب 20 إيطرة في اليوم تحلبها بيد. نحتاج كونفونسيون مع شركة من شركات الحليب، ولكن الجبع الحليب نبيعو له الحليب. أنا الدرك أنا نبيعو فيه الحوانت يعني بسومة زايدة خلاص، يعني ما تجيش حق العلف. وعلى كل حال الدولة قطعت أشواط كبيرة في مرافقة المواطنين على مستوى هذه المناطق الجبلية على جميع الأصعدة بتدخل كل القطاعات. تذليل كل هذه الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق تطوير مشروعها مطلب السيدة الطموحة لتحقيق تقدم في نشاطها وخلق فرص الربح والفائدة.